طيب، محاضرة اليوم نكمل على السيستم بروبرتيز أو كاركترستكس. في المحاضرتين السابقات درسنا جزء منهم، اللي هو كان عندنا درسنا اللي هو الميموري أور ميموري ليس سيستم. كان في عندنا بنسميه ميموري أور ميموري ليس. اثنين، درسنا الكاوزاليتي. ثلاثة، درسنا time invariance. طيب، حكينا الميموري أول واحدة، حكينا عن الميموري إنه لازم أعرف إنه system response بيحتاج إلى ميموري أو ما بيحتاج إلى ميموري. كيف يعني بيحتاج إلى ميموري أو ما بيحتاج إلى ميموري؟ خلينا نأخذ example سريع حتى نراجع هذه النقاط مع بعض. لو أخذنا مثلا system response، transfer اللي هو y of t يساوي مثلا x of t زائد x of t minus 2. اوكي، طيب لو قلنا مثلا خلينا نفحص الميموري والميموري للـ system، قلنا اذا بيحتاج الى ميموري هذا السيستم حتى نحدد الريسبونس تاعه then the system is memory، واذا ما بيحتاج قلنا memoryless. وبنفس المعنى قلنا هذا اللي هو dynamic أو static system. فمثلا هذا خلينا نفحص، بلاحظ إنه أحتاج إلى ميموري هون، هون بحتاج إلى ميموري. مثلا لو أخذت x، سوري، لو أخذت y at t equal 0 بحتاج إلى x at t equal 0 plus x at t minus 2. إذن system بقدر أقول إنه we need memory. Okay, because of this component. طيب الكاوزاليتي، قلنا اذا سيستم ريسبونس، اذا السيستم ريسبونس بيعتمد على الانبوت سواء البريزنت او الباست، هاي عندي هنا البريزنت التي نود مثلا، اذا عند البريزنت والباست بسمي السيستم كاوزال، اذا دخل الفيوتشر في الانتسيبيشن بقول عنه ايش؟ كاوزال، نون كاوزال. مثلا هذا السيستم لو طلعنا، خلينا نطلع على الكاوزاليتي، بما انه السيستم هذا البريفيوس اور الباست، هذا البريزنت، اذا السيستم كاوزال، ما احتجنا الى الفيوتشر، وقلنا هذا بيشتغل اونلاين. اوكي، اونلاين سيستم. بينما النون كاوزال سيستم، بما انه بيستنى الفيوتشر فاليو، قلنا بيشتغل اوفلاين سيستم. تمام. الان بالنسبه للتايم انفاريانس، بالنسبة للتايم انفارينس أعطيتكم الطريقة للفحص، أعطيتكم الطريقة للفحص، الآن بقدر أختزلها وأبسطها بشكل أكثر. إذا التايم انفارينس، قلنا شو أهمية التايم انفارينس، يعني لو لخصنا هيك شو أهمية التايم انفارينس. إذا طلع السيستم تايم انفارينس، يعني إنه أنا بقدر أحلل السيستم مع عدم أخذ بعين الاعتبار للتايم. متى I analyze the system، يعني السيستم is independent of time. كيف يعني independent of time؟ يعني إذا عملت له analysis الآن أو بعد ساعة أو قبل ساعتين أو بكرة أو بعده أو بتعليه بعد سنة، السيستم الresponse ثابت، it doesn't change with time، ما بيتغير مع الوقت. يعني بقول لك في مثلا لو قلنا هذا الشخص معدنه بيتغير مع الوقت، يعني إذا بتلاقيه بعد 5 سنين لو جيت على نفس الشخص بتلاقيه بما إنه صار مع عمل بجوز إيش صار تصرفاته تختلف. إذا هذا time variance، time variance بيعتمد على time response تاعه، أو الشخص هذا أو الصديق هذا إذا بيعتمد على الحال تاعه والtime بيتغير مع الوقت، إذا هذا time variance. يعني بكرة صار معه مصاري بيبطل مثلا يطرح السلام أو تتغير طباعه، إذا هذا time variance. بينما صار معه شو ما صار وجيت عليه بعد 10 سنين صديقك، هو نفسه ما تغير، هذا بسميه time invariance. ونفس الشيء السيستم، إذا السيستم time invariance معناته إنه response is fixed، يعني إذا بدخل الآن شيء عليه بيطلع لي output، وإذا جيت دخلته بعد شهر نفس الشيء بيعطيني نفس الoutput. تمام، نفس الشيء بيعطيني نفس الoutput، إذا هو free of time، يعني حتى يكون free of time ما بيتغير البرفورمانس تاعه او الريسبونس تاعه مع التايم. هذا اهميه التايم انفاريانس، وحنشوف لما نيجي نعمل
system response حيكون هذه one of the important characteristics حتى تسهل علينا system response. طيب المرة اللي فاتت رسمنا لكم طريقتين لإيجاده، بتعطيكم طريقة لسه أسهل كمان اللي هي كالتالي. بتيجي بتقول y okay response y of t comma t node. t node هذا الشيفت، هذا تعني t node اللي هون إنه shifted input. إذا أنا دخلت shifted input or delayed input، delayed input بيكون الريسبونس هيو t لا shifted input delayed input. أوكي ويساوي x بروح بعمل delay على كل الانبوتس. x of t بتصير t node زائد x of t ناقص 2 ناقص t node. إذا هذا الريسبونس للshifted input، وبروح بوجد الshifted output t ناقص t node. هيك shifted output شو تعني لي هذا؟ مكان كل t نستبدلها ب t minus t node، مكان كل t نستبدلها ب t minus t node. فبنلاحظ انه x of t بتصير t minus t node. وين طبعا؟ هون في السيستم هذا. اوكي t ما بصير t minus t node plus x of t، ال t الموجودة هون بصير t minus t node استبدلتها minus 2. اوكي فبدلت هون ال t محلها t minus t node ماينس 2، طبعا هذه موجوده. اوكي الان لو طلعت اذا كان عندي اف الواير الريسبونس لا شيفتد انبوت، هيك معنى هاي شيفتد انبوت نفسه هو الريسبونس او شيفتد ريسبونس، هذه معناها هذه الشيفتد ريسبونس. اوكي اذا هذول ايكوال بقول عنه ايش؟ تايم انفيرينس، ما بيتبدل البيرفورمانس او الريسبونس تاعه مع تغير الوقت، مع تغير الوقت. فبلاحظ انه هذا بالفعل هذا بالفعل ايكوال لهذا. اذا السيستم از تايم انفيرينس، ما بيتبدل الريسبونس تاعه مع تغير الوقت. لو بدكم كمان اكزامبل، لو بدنا كمان اكزامبل، هاتوا ناخذ هذا الاكزامبل مثلا. Let y of t equal response or transfer of x of t okay لحظة طيب ويساوي x of t مثلا زائد t في x of t minus 3. اوكي هات نشوف نفس الطريقه السريعه هذه. الطريقه السريعه شو بتقول؟ جيب الريسبونس للشيفتد انبوت باي تي نود باي سيرتن فاليو. فبيكون الريسبونس للشيفتد انبوت هو تي اكس بتصير اكس اوف تي minus تي نود ويساوي اوكي اكس اوف t minus t node plus t minus t node ولا t؟ t لأنه هو بقول لك shifted input ما خصه في هذه t الموجودة هون. t minus t node أو سوري نظبطها أكثر هيك minus 3 minus t node اعمل shift على ال input. أوكي هاي الريسبونس. الآن اعمل shift على الريسبونس هذا على هذا مباشرة، اعمل delay على الريسبونس. شو يساوي؟ يساوي x of t minus t node زائد t minus t node في x of t minus t node ناقص 3. شو عملنا هون في الخطوة هذه؟ استبدلنا في الخطوة هذه كل التيز هذول استبدلتهم ب t minus t node بهذه الخطوة. فهيهم هاي هون هاي هون هاي هون. بينما في هاي الخطوة الأولى، في الخطوة الأولى فقط عملت شيفت على الإكس، فقط على الإكس ريفليكتد، عملت ديلي للإكس فقط. فبلاحظ إنه y of t t node اللي هو شو تعني هذه y of t t node؟ الريسبونس للديليد إنبوت لا يساوي الديليد أوتبوت، لا يساوي الديليد أوتبوت.
إذن السيستم إيش time varying يتغير مع الوقت الريسبونس تاعه يتغير مع الوقت مثال آخر مثلا ممكن أعطيكم إياه exercise أوكي شو بيقول الإكسرسايز مثلا جرب في البيت let y of t equal x of t minus 1 مثلا أو نضبطها أكثر الريسبونس لـ x of t يساوي اللي هو مثلا x of t minus 1 زائد مثلا 2 في x of minus t 1 minus t أوكي جربوا لي هذه في البيت حتشوفوا إنه هذه حتشوفوا إنها time varying do it at home أوكي خلينا نكمل فاليوم بنكمل على البارت الرابع اللي هو linearity برضو one of the important characteristics وانتو you are familiar in the linearity you are familiar with the linearity من اللي هو مواد الكالكولاس والمواد السابقة. Linearity is one of the important properties in engineering. Linearity is used very commonly in circuit analysis. إذا بتذكرين للي أخذوا circuit. هي أحد أساس يعني كل الدوائر اللي اشتغلناهم كان اللي بيخلينا نشتغل بهذيك الطرق اللي تعلمناها إنه we assume the system is linear. أوكي. ومن الشغلات اللي بتتذكروا بالسيركت للي ماخذين السيركت أذكركم على السريع هيك إكزامبل على اللينيارتي وين استخدمناها بالسوبر بوزيشن برينسيبل كانت واضحة كيف يعني كانت واضحة إذا بتذكرين كان إذا يكون عندك سيركت نتورك دوائر كهربائية موجود فيها مقاومات موجود فيها whatever وفي مثلا two sources voltage source و اوكي ومثلا current source مثلا two sources ومن ضمن النتورك كان مثلا عندك هون مقاومه whatever load سميها R load لو كان يسألك مثلا find I اذا الاوتبوت مين هو I of T اللي هو الكرنت مثلا الانبوتس اذا لاحظنا في هذه الدائره اللي هو مثلا I source of T او بدون I source of T اوكي I source وهنا V source الانبوتس I source و V source لما كان يسألك مثلا find I of T أحد البرنسبلز اللي تعلمناها قلنا شو نعمل ندخل هذول الانبوتس كل واحد لحال فإذا كنت أعمل أدخل I source alone وكنت أعمل كل لمين V source كنت أعملها إيش تساوي short circuit أوجد إيش I of one of T أسميه بعدين كنت أعمل أدخل V source أعمل كل لـ I source أعملها open circuit وكنت أوجد I to response إلها الresponse لكل واحدة independently بعدين total response كان يساوي I1 of T plus I2 of T اللي هو يساوي الـ output الكلي هذا المبدأ اللينيارتي هذا مبدأ اللينيارتي اللي احنا نعرفه هنستخدمه هنا ونراجعه هون شو مبدأ اللينيارتي؟ السيستم is said we say this is this system is linear if you have this system x of t input y of t output this is the transfer system the system which transfers the input to the output if you apply a scaled version of x1 plus a scaled version of x2 two inputs تأخذ the sum بينهم يعطيك نفسه اللي هو ألفا في transfer of x1 of t زائد بيتا في transfer our response for x of 2 هيك معنى أوضح نرسمه أوضح نشوف كيف أوضح إذا أنت دخلت عندك system السيستم هذا transfer بيأخذ الانبوت بيطلع الاوتبوت y of t اللينيارت مبدأها بيقول كالتالي إذا دخلت X1 input بيعطيك Y1 input إذا دخلت scaled version of X1 بيعطيك scaled version of the same output إذا دخلت scaled version of another input X2 of T بيعطيك برضو beta Y2 of T
اللي هو ده يساوي الفا في الترانسفير اوف اكس 1، مظبوط هيك بنكتبها احنا، وهذا تساوي بيتا في الترانسفير اوف اكس 2، ريسبونس فور اكس 2. السؤال بيحكي حتى تفحص اللينيارتي بالضبط، هلا حتى تفحص اللينيارتي تراي تو ليت الفا اكس 1 اوف تي بلس بيتا اكس 2 اوف تي توجذر، يفوتوا مع بعض على السيستم. If you get اللي هو alpha في transfer of x1 of t زائد beta في transfer of x2 of t which is alpha y1 of t زائد beta y2 of t، إذا هذا applicable، إذا هذا أعطاك هذا، then we say the system is linear. يعني السيستم سواء دخلتهم كل واحدة سيباريتلي، هذه لحال حصلت على هذه، ودخلت هذه لحال حصلت على هذه، لو دخلتهم مع بعض sum تاعهم you will obtain the sum of the corresponding output. هذه هي اللينيارتي، هذا هيك بنفحص اللينيارتي. اوكي، اذا اعطاك شيء ديفرنت بقول السيستم مش لينير. اوكي، السيستم مش لينير، ممتاز. إذن هذا هو مبدأ اللينيرتي. طبعاً اللينيرتي إذا أنتم ملاحظين بتجمع شغلتين خاصيتين بعرف درستوها سموير، الأولى اللي هي بنسميها الأديتيفيتي، هاي الأديتيفيتي إنه الجمع، جمع الإنبوتس بيعطيك جمع الكورسبوندينج أوتبوتس، جمع الإنبوتس بيعطيك جمع الكورسبوندينج أوتبوت. اثنتين بنسميها سكيلابيتي أو الهوموجينيتي، الهوموجينيتي اللي هو سكيلد فيرجن بيعطيك سكيلد فيرجن، scaled version بيعطيك scaled version، وهذه الخاصية الثانية اللي مسميها homogeneity أو scalability. Okay, let's have an example. Let's have an example. Let أول example. Let y of t equal 10 في x of t. أو let y of t equal response ل x of t ويساوي اللي هو مثلا 10 مضروب في x of t. We need to test if this one is linear or no. Okay. خليني ادخل x1 of t، شو بحصل؟ بحصل على دخل x1 of t بتطلع y1 of t تساوي transfer of x1 of t. Okay. ويساوي 10 في x1 of t. طبعا لو اخذت انا سكيل واضح اني اذا دخلت انا الفا اكس 1 اوف تي حيعطيني الفا اكس 1 اوف تي، اوكي، وحيعطيني الفا، اوكي، او بقدر اكتبها كمان بنفس الطريقه، اذا دخلت انا الفا اكس 1 اوف تي will give me الفا واي 1 اوف تي، تمام. إذا دخلت برضو نفس الطريقة x2 of t بيعطيني نفس الشيء y2 of t ويساوي transfer of x2 of t ويساوي 10 في x2 of t. نفس الطريقة لو دخلت أنا ال scaled version حصل على beta y2 of t. طيب هلا هاتوا نجرب ندخل مين الفا والفا اكس 1 اوف تي بلس بيتا اكس 2 اوف تي مع بعض، دخلوهم مع بعض شو بيعطينا؟ بيعطينا 10 في الفا اكس 1 اوف تي زائد 10 في بيتا اكس 2 اوف تي ويساوي الفا، جيبها هون تطلع واي 1 اوف تي زائد بيتا واي 2 اوف تي. هاي زائد هاي we obtained the corresponding output. إذن the system is linear. تمام؟ هذا هو اللي بدنا نفحصه. بدنا نفحص إنه هذا يساوي هذا. إذا هيك طلع we say the system is linear. طيب نأخذ مثلا مثال آخر. Let's have this example too. y of t يساوي 10 مضروب في x of t in the same system. Okay. The same system. Plus 3.
Let's see this one. Is it linear or not? بدنا نفحص اللي اتفقنا عليه. شو الفحص اللي بنفحصه؟ بدنا نفحص انه الريسبونس لا الفا السكيلد فيرجن اوف ذا ون اوف ذا انبوت بلس سكيلد فيرجن اوف ذا سكند انبوت هل يعطيني question mark الفا في اللي هو في y sorry في y1 of t plus بيتا في y2 of t. هاتوا نبحث مع بعض ونشوف. اوكي نبحث اللي على اليمين هذا هذا يساوي اوكي دخل بيطلع معنا ايش 10 اوكي في اوكي او 10 في الفا x1 of t زائد بيتا x2 of t زائد 3 صح ويساوي الفا في او اوكي عاش خليها زي ما هي نظبطها بس نفتحها 10 الفا سوري x1 of t زائد 10 بيتا x2 of t زائد 3 هاي اللي على الشمال جهزناها. تعالوا نشوف اللي على اليمين. اللي على اليمين لاحظ انه هذه لو دخلت انت الفا x1 of t بيعطيك 10 الفا x1 of t plus 3 ويساوي 10 الفا x1 of t plus 3. لو دخلت t transfer of بيتا x2 of t دخلها هون بيطلع معنا هي 10 بضربها في اللي داخل القوس 10 بيتا x2 of t plus 3 اوكي هلا add this one to this اذا جمعت هذه مع هذه تجمع هاي مع هاي معناته اوكي اللي هي y1 of t زائد y2 of t ويساوي او الريسبونس تاعهم يساوي 10 الفا x1 of t زائد 10 بيتا x2 of t زائد 6 هل هذا يساوي هذا اوكي نو since the left hand side doesn't equal the right hand side okay the system is not linear طيب اللي بنلاحظه هون انه واحد ممكن يكون يا استاذ طيب عندنا هون هذا واضح انه معادله ايش straight line معادله straight line yes it is the equation of straight line بس خصائص اللينياريتي system to be linear are not applicable بسبب وجود هذه الثلاث تمام اكزامبل اخر هات ناخذ مثلا الانتجريتر ثلاثه another example y of t transfer of x of t الانبوت هو x of t اوكي افرض انه هذا السيستم بيعمل انتجريتر minus infinity to t ياخذ الx of tau d tau هات نشوف هذا السيستم لينير ولا مش لينير اذا تيست نفحص الكونديشن انه ترانسفير ناخذ ديفرنت كلر عطول على الديفينشن ترانسفير اوف اللي هو سكيلد فيرجن اوف تو انبوتس اكس 1 بلس بيتا اكس 2 اوف تي بدنا نفحص انه يساوي الفا واي 1 زائد بيتا واي 2 فاحنا على الانتجريتر نعمل ايفالويشن لهذا الانتجريتر ماينس انفينيتي تو تي الفا اكس 1 اوف تاو زائد بيتا x2 of tau d tau alright هذا بقدر انا اوزع الانتجريتر بتعرفوا minus infinity up to t x1 of tau زائد بيتا minus infinity to t x2 of tau طبعا d tau كله بلاحظ انه بقدر اكتبه الفا لو دخلت x1 of tau بيطلع لي y1 of y1 of t اوكي okay, y1 of t plus beta y2 of t
إذن left hand side equal right hand side, إذن this one verified, we say it is linear operation. إذن integrator system هو linear. Integrator system linear. طبعا بنفس الطريقة يا جماعة, whatever we explained here is applicable for what? For the discrete time signal. The discrete time signal. وكل discrete time signal مكتوبها مثلا y of n يساوي transfer of x of n. مثلا خذ example حصوه في البيت اللي هو مثلا x of n, sorry, y of n equal transfer of the input x of n, where the system should be amal, بيأخذ square value of n مثلا, نسميه squarer system. Show that it is not linear system. حصوه في البيت انه هذا not linear system. نفس الطريقة, خذ الفا x1, افحص, follow the same test. هذا بالنسبة للlinearity property. تمام. بالنسبة للإكزامبل السابق, يعني بكل مرة بتقدر تطلع عليه على السريع. كان السيستم شو بيعمل؟ T of input, لو دخلت X of T, بيعطينا كان اللي هو عبارة عن Y of T plus 3. الإكزامبل السابق بس نطلع عليه على السريع. كان مثلا هذا كان هو عبارة يعطيك Y of T تساوي 10 في X of T plus 3. تقدر تفحصها على السريع هيك, تقول مثلا لو أنا دخلت X alpha X1 of T راح يعطيني 10 alpha في 10, طبعا هذا يساوي Y1 مثلا, أوكي, أو أوكي الريسبونس على طول 10 alpha X of T1 plus 3. لو دخلت بيتا x2 of t هيعطيني بيتا 10 x2 of t plus 3. طيب لو دخلت الان, الفا x1 زائد بيتا x2 بيعطيني الريسبونس 10 في الفا x1 زائد 10 في بيتا x2 plus 3. هل هذا مجموعهم يساوي هذا؟ نو. ببساطة ما بتحب تحط معادلات تقدر immediately you solve it. لما جمعنا هدول ما أعطاني نفس المجموع في الأوتبوت, إذن the system is non-linear. طيب هنا example آخر ل differential equation. أوكي نشوفه على السريع من النوتس. إن هذا الإكزامبل differential equation. Show that the system described described by the following differential equation is linear. بدنا ندخل x1 of t وندخل alpha x1 of t. Okay. فمثلا لو دخلنا هنا, هاي عندكم الخطوات, the response of the system to x1 of t is y1 of t satisfies this equation. إذا دخلت x1 of t هنا بصير y1 y1. أوكي الآن بضرب multiply alpha كل الإكواشن هذه alpha alpha alpha, فبصير عندك بتضبط الإكواشن, بصير derivative for alpha y1 أو هنا alpha, إذا دخل alpha x1 of t بيعطيك alpha y1 of t, alpha y1 of t derivative تاعتها. نفس الشيء لا, you do the same operation for beta and y of t, you get this equation. الآن you add هاي زائد هاي, you add them up, أوكي اجمعهم, فبتلاقي حصلت على هذه الإكواشن. بنلاحظ إنه إذا دخل ألفا x1 of t plus beta y plus beta x1 2 of t بيعطيني ألفا y1 of t زائد ألفا y1 of t plus beta. يعني wherever you have
Y1, you replace it by this. Wherever you have Y, you replace it by this. Wherever you have X, you replace it by this. So the system, this system, لأنه تنسوش system, we can model it sometimes as a differential equation. وشوفنا لما أخذنا اللي هو ال RC circuit تحولت إلى إيش differential equation. This is V out of T, this is V in of T. وكتبناها as a differential equation. إذن this one is a system model and we can test this system to be linear. عندكم هون اختلاف بسيط نفس differential equation ولكن في عندنا هون plus constant. Okay, you follow up the derivation and you can see this system is not linear. Is not linear and it will be linear under certain conditions. You will see this system is linear only if alpha plus beta equal 1. ولكن احنا بنقول انه alpha and beta should be general constant, any constant, any value. Okay, this is a special case where we can linearize the system when alpha plus beta equal 1. لانه حتشوفوا انه هذه الايكويشن it doesn't equal to this equation, so the system is non-linear. طيب. Let's have a general example. عندكم هون example بشكل عام اللي هو y of t تساوي x t minus 5 plus x of 3 minus t. Let's try to figure out different approaches. Okay, or different characteristics. طيب نشوف كيف نحلو مع بعض. أحسن. إذن عندي أنا هذا السيستم. السيستم بيقول عندك هذا. إذا دخلت x of t, y of t بيعطي اللي هو بيعطي اللي هو x of t minus 5 plus x of 3 minus t. لاحظوا هذا السيستم شو بيعمل؟ بيعمل shifting للانبوت بيجمعه مع الرفلكتد انبوت shifted by 3. هيك معناه. هذا اللي اخذناه في chapter 1 حتى نفهم شو اللي بيعمل السيستم. Okay, first we need to test linearity. Test the linearity. Okay, linearity. linearity خلينا نفحص اسم linearity مع بعض. بدنا نفحص انه هو هذا transfer of اذا دخلنا x1 of t plus beta x2 of t هل بيعطينا alpha y1 of t plus beta y2 of t. هذا الفحص للlinearity. هات نجرب دخل مع بعض x1 و2 فبتلاحظ انه اذا دخلت alpha x1 زائد بيتا x2 إذا دخلناهم مع بعض هون بلاحظ إنه بيطلع الريسبونس. شو بيطلع الريسبونس؟ ألفا x1 of t minus 5 plus بيتا x2 of t minus 5 okay plus ألفا x1 of t oh sorry 3 minus t plus beta x2 of 3 minus t. مظبوط؟ واضح جدا واضح جدا انه هذا الريسبونس هذا اوكي ويساوي الفا x1 سوري الفا في y1 الفا في y1 وهذا response ل-y2 plus beta في y2. إذن this one verified, we say this system is linear. Okay. هذا بالنسبة لل-linearity. خلينا نروح نشوف مثلا الاثنين. نشوف ال-causality. واضح إنه هذا system مثلا لو أخذنا sample مثلا y at 0 تساوي x of minus 5 plus x of 3. فواضح ان اذا انا عند اللحظة الصفر اوكي بحتاج الى الانبوت عند
T equal 3 وبحتاج إلى الانبوت عند T minus 5 هذا الانبوت. فإذا هذا الفيوتشر دخل إيش؟ الفيوتشر فاليو هذا الباست وهذا البريزنت. Due to the future sample هذا الفيوتشر تجربة 8 بقول إن السيستم إيش؟ عسكري نخلص تجربة 5 وتجربة 7 نخلص لأنه يعني مش منطق الموضوع نون كاوزل. لو أخذنا مثلا 3 نفحص ال أو خليها لكم لأنه أخذنا examples كثيرة. نفحص إيش 3 time variance. Okay, time invariance. Time invariance كنا بالطريقة اللي علمناكم إياها السريعة إنه باخذ y of t t node يعني بعمل shift على input فبلاحظ إنه بيطلع response t of x t ناقص t node يساوي بعمل shift على كل الانبوت t ناقص 5 ناقص t node زائد x of 3 minus t minus t node. اوكي شفت الانبوت الان بجيب الريسبونس لا او بجيب الشيفتد اوتبوت ببدل كل هذول كل التيز اللي هون هذه ببدلهم في ايش في t minus t node فبتطلع معي x of t ناقص t node اسف نكمل لحظه ناقص t node ناقص 5 زائد x of 3 ناقص t ناقص t node واضح انه هذه وهذه they are not equal اذا السيستم time varying system time variant system time variant system. وإذا بدكم 5 4 الميموري واضح إنه السيستم is memory واضح إنه السيستم is memory. طيب نروح على الجزء الأخير. طبعا هذا يا جماعة يعني هو الخاصية رقم 5 من خصائص السيستم اللي هو invertible و and non-invertible systems. متى بقول عن السيستم إنه invertible ومتى بقول عنه non-invertible؟ بقول الآتي: a system is said invertible if distinct inputs results in distinct outputs. Distinct inputs results in distinct outputs. هيك معناها distinct. يعني input فريد يعني فريد يعني داخل فريد بيعطيك فريد يعني unique output or unique input بيعطيك unique output. أعطيكم example سريع مثلا لو أنا قلت لكم في عندي system هاي ال input مثلا إذا أعطيته واحد بيعطيك 5 إذا دخلت 2 بيعطيك 4 إذا دخلت 3 بيعطيك 2 هذا output هذا input. هلا هون بلاحظ السيستم هذا distinct input أعطاني distinct output unique input أعطاني unique output هذا وداني على هذا هذا وداني على هذا هذا وداني على هذا. لو جيت أنا وقفت هون عند الoutput طبعا هذا system صح لو أنا وقفت هون هيني أنا وقفت هون وقلت الخمسة شو من إيش من وين أجت أجت من الواحد قلت طب الأربعة من وين أجت من اثنين اثنين من وين أجت ثلاث إذا السيستم one to one correspondent إذا هذا بسميه invertible system صح invertible system. طيب نأخذ example ثاني مثلا قد يعني بالمواد الكالكولس نفس الشيء output input لو قلت واحد بيعطيني خمسة اثنين بيعطيني ثلاثة مثلا ثلاثة بيعطيني أربعة أربعة بيعطيني خمسة تمام. الآن هذا السيستم تعالوا نشوف هذا الانبوت أعطاني خمسة أوكي هذا اثنين أعطتني ثلاث الثلاث أعطتني أربعة الأربعة أعطتني خمسة. طب لو جيت وقفت نفسي أنا هون قلت طيب أنا الآن عندي خمسة على الأوتبوت من وين أجت أجت من الواحد ولا أجت من الأربعة إذن unique input ما بيعطيني unique output بقول عن السيستم إيش non-invertible
هذا ببساطة يعني هذا أبسط أنواع السيستمز. هلأ حتى نقول عن السيستم invertible and non-invertible، أي السيستم أي x of t أي y of t أي transfer، شو بتدخل بتحط محل النقطة هاي بيعطيك y of t. إذا قدرت تشبكه مع inverse system t inverse، شايفين inverse هاي هذا الانفرس تاع هذا، اذا الوا اذا الاوتبوت تاع الانفرس سيستم رجع اعطاك اكس اوف تي، شو بقول عن السيستم؟ انفرتبل. اذا قدرت اوجد يعني بمعنى اخر، اذا قدرت اوجد ريبريزنتيشن، اذا رديت دخلت الاوتبوت على هذا الريبريزنتيشن رجع لي الانبوت نفس الانبوت، بقول عنه انفرت. اوكي، يعني اف واي اوف تي equal transfer of x of t mathematically نقدر نكتبه هيك. There exist يوجد a inverse system. Okay, inverse system. Okay, such that in a way إنه x of t ال input الأصلي بقدر أحصل عليه إذا دخلت ال output على ال inverse system. إذا دخلت الـ output على الـ inverse system، أو بقدر أقول given the output you can figure out what is the input was. Given the output you can figure the input or what is the input was. هذا بالنسبة للـ invertible systems. نأخذ example سريع هيك. خذ أول example. Consider y of t تساوي 3x of t plus or minus 2 مثلا. اوكي طيب انا هذا سيستم بدخل عليه x بيعطيني y، بقدر اوجد انفرتبل سيستم؟ هذا السيستم بقدر اوجد t inverse؟ يس. كيف؟ هاي y خذ ال اوكي y of t plus 2 تساوي 3x t، x t تساوي ثلث y of t plus 2. إذا هون السيستم T inverse. أوكي إذا دخلت ال Y هاي هال Y بيرجع بيعطيني X of T. إذا there exist هاي T inverse. هذا T inverse. إذا السيستم is invertible. السيستم is invertible. Invertible. You can invert it. You can invert it. يعني دخل هنا مثلا واحد بيعطيك هنا ثلاثة في واحد واحد، دخل اثنين بيعطيك ستة ناقص اثنين بيعطيك أربعة، دخل whatever. طيب الآن دخل أربعة هون دخل واحد شو بيعطيك هون؟ واحد. دخل أربعة هذا بيعطيك أربعة زائد اثنين على ثلاث ستة اثنين. إذا invertible. You can find an inverse. You can find an inverse. وهي أوجدنا الانverse. هذا الانverse. هذا الانverse. So the system is invertible. واضح. طيب نأخذ مثال آخر. 2. Example 2. Square system. بحيث إنه y of t يساوي t of x. Where the output بيعمل لك اللي هو بيأخذ square value of x of t. Is this system invertible or no? واضح is not invertible. واضح is not invertible. Okay? It's not invertible. ليش؟ لأنه x of t حتى تأخذ الانverse هي plus minus square root of y of t. حتى تحصل على x إما بتيجي من البلس أو من المينس. إذن the system is not invertible or non-invertible. وطبعا واضح الرسم، يعني لو انت رسمت x of t على x axis y of t على ال y axis فهو عبارة عن بارابولا، مظبوط. واضح انه مثلا هاي x بتعطيك ايش؟ two different x، x هاي minus وهذه x plus بيعطوك the same y.
Y, okay. So this is not invertible or non-invertible system. Two possible input for one output, not unique. ما عندي unique input, unique output. ما عندي فكرة unique input, unique output. طيب. In similar way, ثلاثة. مثلا لو أخذنا y of t integrator minus infinity to t x of lambda d lambda integrator system. طبعا هذا يساوي اللي هو transfer of x of t. بتدخلت system بتدخل عليه x of t بيعطيك الانتجريتر. اوكي الانتجريتر بيعطيك y of t الانتجريشن. واضح ان السيستم ايش؟ واضح ان السيستم invertible ولا not invertible. invertible ليش؟ طب شو transfer الانفرس سيستم اللي هو ايش؟ x of t تساوي derivative. Okay, so the inverse of an integrator system is differentiator. إذا دخلت ال y of t على differentiator برجع لك إيش؟ x of t. هذا t inverse. إذا السيستم هذا نرجع منقول إنه إيش؟ invertible. واضح unique input unique output. هيك المعادلة unique input unique output. إذا قدرت أنا أرجع من الـ output للـ input that's great. This system is invertible. الـ part الأخير okay اللي هو إيش؟ stable and unstable systems. الصنف الأخير اللي ندرسه هون stable ولا unstable system. فلو فكرنا هيك على السريع شو يعني stable ولا unstable system؟ stable ولا unstable؟ stable ولا unstable؟ اوكي ال 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 متى بتقول عن السيستم unstable؟ غير مت يعني شو يعني stable ولا unstable؟ لاحظت حاجة أنا. إذا عندنا هون stability وال unstability عندنا in several ways حتى نعرف اللي هو stability أو unstable system. التعريف اللي بناخده هنا طبعا في ال invertibility كلنا unique كلمة unique input unique input unique output السيستم بقول عنه إيش invertible. أوكي هلا هنا بدنا نعرف bounded input bounded output بيعطيني اللي هو بيبو stable or bibo bibo whatever stable bounded input bounded output stability. عشان هيك حددت انا نوعية stability bounded input bounded output. هذا اللي بدي ادرسه. عندك system اوكي إذا أنت جربت تدخل عليه bounded input. كيف يعني bounded input؟ أي signal أي signal أوكي أي signal طبيعتها هاي signal bounded. شو يعني bounded؟ يعني there is a maximum and there is a minimum. أوكي يعني البound تاعها هي الماجنيتيود طبعا أنا بحكي مش التايم. البound تاعتها إما مثلا upper M I can find a bound for the maximum and the minimum value. مثلا maximum value can reach this signal can reach M. The minimum value minus M. يعني 10 5 number magnitude. Okay. بينما بالضبط it doesn't go to the infinity. It doesn't bounded. This is the nature of the input bounded. The magnitude تاعته doesn't go to the infinity. إذا دخلته على السيستم هذا المعني اللي معطي إلي if I obtain a bounded output يعني مثلا response بهذا الشكل مثلا okay خلي bounded limited okay هذا y of t then I can say okay I can find the value where the system is bounded response output مثلا خليها r بقدر اقول بقدر انه it's bounded between r and minus r
إذا هذا طبيعة السيستم إنه if you apply a bounded input you obtain a bounded output then you can say the system is stable. بينما إذا دخلت bounded input وحصلت على system runs to infinity then you can say what is a system? Bi stable or not stable? Not stable. إذن this is the طب وين مثال ممكن نشوف على البايبو ستيبل او نوت باوندد ستيبل؟ مثلا عمركم جربتوا في السماعات؟ في السماعات مرات مثلا لو جربت انت تقرب تلفونين من بعض ويكون مفتوح خط على بعضهم او سماعات مسجد او whatever اذا قرب من بعض بتلاقي الصوت صار ايش؟ runs to infinity تصير تشويش زائد صح؟ هذا You apply a bounded input. صوتك هو bounded input. لاحظت إنه إيش؟ صار تكبير بروح للإنفينيتي. تكبير للصوت بروح للإنفينيتي. صار مزعج. فهذا unbounded. دخلت أنت bounded signal. حصل عندك إنه unbounded signal. Okay. إذا mathematically we can express the bounded input bounded output as such. هون التعريف. هيو. إنه for every bounded شو يعني bounded signal هي عرفناها ونوضحها أكثر for every bounded input the output is bounded this means that a signal x of t is set bounded if there exists number m such that the magnitude or absolute value of this signal less than or equal to m for every t magnitude of x of t less than or equal to this number m for every t لكل t Okay, a system is set Bibo stable, bounded input, bounded output stable. If a bounded input results into a bounded output for every لكل t, هذا mathematical definition. Mathematical definition. طيب, نأخذ example. الexample بيقول إنه عندي أنا تشيك ذا ستابلتي عندي انتجريتر عندي انتجريتر دخلت اكس اوف تي طلع عندي واي اوف تي الواي اوف تي هو ترانسفير ل اكس اوف تي ويساوي انتجريتر من ماينس انفينيتي مثلا لتي اكس اوف تاو دي تاو هاي طبيعه السيستم هذا السيستم اللي عندي قلنا هذا السيستم ايش انفيرتابل مظبوط كانت من الشغلات اللي حكيناها انفيرتابل تعالوا نفحص ستابيليتي من افضل الشغلات تفحصها خذ دائما يونت ستيب فانكشن ليت اكس اوف تي يو اوف تي اليونت ستيب فانكشن هيو صح هاي رسمته هاي يو اوف تي الانبوت يونت ستيب فانكشن هل هو باوندد انبوت يس باوندد انبوت فور ايفري تي القيمتين اما صفر او واحد for every t bounded value اوكي تعال نشوف الاوتبوت نرسم الاوتبوت مع بعض هاي الاوتبوت شو هو الانتجريتر لليونت ستيب فانكشن متذكرين شو هو رامب يس ار اوف تي ار اوف تي تساوي واي اوف تي لاحظوا قلنا for every bounded input for every T. هلا هذا bounded ولا unbounded for every T. As T runs to infinity. هذا بروح إيش؟ للإنفينيتي. Runs to infinity. إذن this output unbounded. Since I have bounded input and I obtained unbounded output, then this system is unbounded. Okay? Is unbounded. طيب. كمان example آخر سريع نفس الشيء system تأخذ y of t يساوي مثلا 2x تربيع of t okay كل هذا system مش invertible أهم شيء stability to test the stability دائما أفضل شيء جرب اللي هو bounded signal u of t مثلا ولاحظ إنه أعطتني هاي إيش y of t يساوي 2 u square of t ويساوي 2 u of t يعني إذا دخلت هنا واحد بيعطيك الاوتبوت دائما 2 fixed
bounded. إذن هذا السيستم بيبو ستيبل. تمام. فهيك بنكون احنا انهينا اللي هو الكاركترستيكس تاعت السيستم.